معلم. بتعرفوا هاي؟ لا 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 لا، صارت احلى، صارت احلى من الصوره اللي فرجتنا اياها. ستوب ستوب. البنات عندهم حشوات انف، لزقات عيون، لزقات مطاطيه للبشره. في جديد اوردت فعل جديده. مرحبا، السلام عليكم اصغائي، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله كلكم بألف ألف خير يا رب. اليوم اثنين يا جماعه، يعني عندي طاقه مو طبيعيه، متحمس كثير. اليوم اثنين وعن المكياج، اليوم الوضع مغزي يا جماعه. مقطعنا لليوم من عند نور، حكتنا برسالتها. مرحبا، انا اسمي نور من حلب، عمري 19، بتمنى تعمل ردة فعلك على هالفيديو، بتمنى لك مشاهده ممتعه. شكرا يا نور على المقطع. طبعا الصوره لحالها يا جماعه، وحده مركبه من خار هيك قد من هلا يا معلم، من هلا عم اقول لكم. طيب ما بنطول اكثر عليكم اصغائي بالمقدمه، وما بنبلش بالمقطع. بحب نوهكم مثل العاده انه انا خصوصي بالمكياج يا جماعة بطلع معي ألفاظ مو حلوة، بطلع معي شغلات غريبة ما إنكم متعودين عليها، فبعتذر من هالله. إذا كنت أول مرة عم تشاهدني بتمنى تشترك عندي بالقناة وتفعل جرس التنبيهات حتى تصلك شعارات بكل فيديو هذه الجديدة. وإذا عجبكم المقطع اضغطوا لايك للفيديو. خلينا نوصل هذا المقطع كم لايك؟ 10,000 لايك. الله حي الشباب، بوصلوها والله بوصلوها. طيب أصدقائي ما بنطول أكثر، صلوا على النبي يا جماعة، اذكروا الله، خلينا نروح نشوف الفيديو. بداية المقطع حلوة، ماشي بهالشي. واو يا يا معلم يا معلم، بتحس هون بتشلع مصارينا بهالعملة هي. أنا وينك؟ بس سؤال حيرني وأكيد حير العلماء. 100 مرة سألت يا بنات، 100 مرة، إنه هاي الحشوة اللي نحن بنحطها للميت، أوكي؟ هن ليش بيحطوها بأنفهم؟ يعني هلا إذا حطتها بأنفها منين بتتنفس هاي؟ احكوا لي يا بنات، اعترفوا معلش. يا وين كانت كل هاي؟ وانا عم اقول عنها حلوه، فكرت مو حاطه مكياج. هلا بطلع جعفر. جعفر قادم. شوف قديش مسرعين اللقطه. هذا لزاء شرشطون، لزاء جدران. واو علم معلم، الألف الله يعينه، يعني حشوة وتركيبة وما بعرف، يعني شيء مقزز هذا بالنسبة لنا عن جد. نحن ما بعرف شلون نتحمل هيك، ما بعرف. معلم ما في شيء نظامي، كله تركيب، حتى الرموش تركيب. يا ويلي بطبطت هاي. يا عفو الله، كيف كانت؟ لحظة، هي ذكرتني بالمختار تبع باب الحار، هيك عينه هي حرام بترف هيك الزعيم. عينه فيها مشكلة، هيك عندي إحساس. أوكي والله أنا فيني مشكلة يا أخي، على المنظر. لا مبسوط على حالها. شو عم تشرب هاي؟ شوف وجهه نور، الوجه عنده نور. يا ويلي على الحاجب، شوف كيف رسمت الحاجب. يا زلمة كيف صارت؟ أهم شي اللزاء مشان يشد الوجه، مشان يطلع هيك على شكل قوس. والله العظيم طلعت حلوة يا جماعة، يعني تخيلوا هاي اللي 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 كانت بترعب، بتحس صار فيها أنوثة، صارت مرأة. ستوب 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 ستوب. هاي نسيانيها بالفرن يعني. لا عن جد يعني ما بعرف معلم، انا ما معيب على خليط الله ولا معيب على السمر، لا بس هاي زياده. صح يا سمر يا حلوين، السمر حلو بس هاي زياده. هاي معلم اظن انه هي هيك عامله بحالها، تجكر هيك هيك مشان تطلع اللقطه حلوه، مشان انا اعصب. ايوه بتحس عم ترشم، عم ترشم بتحس عم ترسم إشارة مرور بالوجه. أوه شوف الفرق، والله العظيم ما بتصدق معلم. شوف الفرق، حطت هذا الكريم، زمهرير البخاري هذا.
والله تحولت كلها لون صار غير، هون حليب هون شوكولات. اقسم بالله مو طبيعي. لك وين راح الوجه المبطبط؟ لازم اشغل الكونان اللي بعقلي، وين راح الوجه المبطبط؟ كله باللزاء راح. لك صارت حلوة. هو بس رموش او ما حتى ما بيروح بالمي. جميل، يعني نحن هلا بمصيبة انه قصة تقول له روح اغسلي وجهك بدي اشوف الحياة معلم، ما عاد بي الحياة يعني خلص، حتى لو تخسلت بالطشط وبالكلور وبدواء خسيل هذا المكياج ما بيروح، هذا موضة جديدة طلع، كتر الله خيركم. اوكي هاي شكلها هيك تعيسة بالحياة معذبتها، بدها تمكيج حالها. اوكي مشوف بدها تحط نفس المكياج اللي بالصورة. لا 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 لا، صارت احلى من الصوره اللي فرجتنا اياها، صارت احلى من الصوره اللي فرجتنا اياها. هاي نفس هديك؟ لا لا لا، اكيد في غش. والله نفسها. ولك معلم والله نفسها يا ويلي. هاي قديش حطيت مكياج ورا الكاميرا؟ شوفوا يا جماعة هلا هاي والله حلوة، بس ما بعرف إذا كانت مستخدمة مكياج أو مو مستخدمة، ولكنها حلوة جميلة. عرفتوا كيف؟ يعني والله حلوة، ما بدك مكياج ما شاء الله عليكي، ظريفة تمة أنفة عيونها حلوة. هاي إذا حطت مكياج كيف بتطلع؟ طب ليش عم تحطي؟ عندي شعور راح تطلع. طب يا معلم راح تطلع يعني مثل ما بيقولوا صاروخ نظامي. معلم حلوة، هي حلوة. معلم تعال شو تحكي، يعني هي حلوة والله العظيم يا جماعة، من أول ما طلعت جميلة هالمخلوقة. أوكي يعني عدم المؤاخذة بس حلوة، وحطت مكياج معلم دخيل على الله حلو، في جد يعني من البداية في جمال بالموضوع، مو مثل هديك يخرب بيت أم طايعة حق الخبز وجاي. أوكي منشوف هاي معلم، هاي عم تحلد أنا. عم تنظف البشرة. أوكي معلم، البنات عندهم خلطات سحرية معلم، ما بتعرف شو هي، ما بتعرف شو دينا، هيك مطربانات قالوا معلم شغلات أول مرة نشوفها. أوكي هاد لشو للحاجب، حلو حلو، ما ضل شي ما صنعوا لكم يا بنات. والله ما بعرف بس طلعت حلوة كيوتي حلوة. لا لا في فرق كبير. أوكي شوف هاي، شو هاد، هاد لشو، هاد موضة جديدة يعني معلم، البنات عندهم حشوات انف، لزقات عيون، لزقات مطاطية للبشرة معلم، وضع مغزي هدول الله يجيرنا منهم. طيب معلم نشوف هاي مو صينية ولا كورية، بدها تركب لها شي شعر، اعتقد بدها تغير لها شعرها بالضبط. معلم منظرها فظيع، عم تحط لها باروكة، صارت شبه فلة. معلم شو هاد مقص وما مقص يا لطيف. معلم بتعرفوا هاي أول مشكلة مع جوزة، بيكمشها من شعره يا معلم. ايه تعي لهون معلم، بطلع الشعر بيته بطلع بشوف جعفر قدامه يا ويلي. بس اتغيرت يعني نكذب على بعض، صارت حلوة يا معلم حلو. لا حلو بصراحة. الفيديو خلص يا جماعة، الفيديو معلم يعني كل وحدة بترعب نكذب على بعض، والله بترعب، ما في غير وحدة او تنتين طلعوا حلوين، الباقي معلم والله بيخوفوا يعني. معلم حطوا مكياج والله صاروا بيجننوا يعني، مصطفى اخوي ليكو جنبي معلم شطت ريالته. اوكي يعني بس بالمكياج
يعني فعذرونا يا بنات اذا عم نطقل عليكم، بس انتو حلوين بنات العرب غير يا زلمي، هدول ما بعرف شو اجباري عشان ما نزعل. حطوا لايك. اوكي يا جماعة قبل سكر هذا المقطع خلينا نوصل هذا الفيديو للعشرة الاف لايك مثل ما قلت لكم. اذا كنت اول مرة عم تشاهدني بتمنى تشترك عندي بالقناة وتفعل جرس التنبيهات حتى تصلك شعارات بكل فيديو هذا الجديد، وهي اسمي على الفيسبوك وعلى الانستغرام اللي بحب يضيفني ويبعث لي روابط حتى اعملكم عليها ردة فعل. صلوا على النبي يا جماعة، اشكروا الله، تحية للجميع والسلام عليكم. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم.